أبو عايش مرحبا بك من جديد. عندنا وقف البر في مكة المكرمة في محافظة مضيلف، نبي منك كلمة للوقف يا أبو عايش، بعدها ننتقل لحمد وبعدها إبراهيم. الله يجزاكم خير يا أبو عزوز، لا يهون من يسمع. احنا نقول الوقف والصدقة والصدقة الجارية بشكل عام ما طبعا يعني نسبة الوقف 93، ما شاء الله ما شاء الله، ما بقى شيء، ما شاء الله راح الكثير ما بقى القليل. صح، عسى الله يوفقهم ان شاء الله وتفرحون جميعا ان شاء الله في اتمام هذا الوقف، والصدقة اجرها عظيم، ومن بذل شيء قليل عند الله واجد. ولا ودي اكثر في الكلام واقول لان الوقف اي واحد مسلم وده بالاجر وده بالغنيمه وده بتفريج الكربه ما يجنب عن الصدقه، ما راح يجنب عن الصدقه ولا راح يبتعد، لان الصدقه اسبابها كثيره، فيها شفاء مريض، فيها تفريج كربه، فيها اشياء كثيره. لكن عسى الله ان شاء الله يتمم لكم ان شاء الله على خير وتفرحون ان شاء الله في اكتماله. جزاكم الله خير. الله يجزاك خير ويكتب اجرك. حمد سعود، يا هلا والله. وقف البر بمكه المكرمه بالمضيلف، راح الكثير باقي القريب، ما باقي شيء، وبيخلص الوقت بتم سواء حطيت ولا ما حطيت بإذن الواحد الأحد، اللهم تم هالشيء. هذه شيء. شيء الثاني، اللي تخاف على فلوسك، اللي تخاف على حلالك على مالك، خاف أن أنت اللي تفقده بسبب أعمالك. وتذكر، تذكر هاي بشرى من رب العالمين، يقول سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يعني ربي يفتح هذا الرزق ويبارك لك فيه وينميه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة، بالعكس يوم القيامة بتكون في ظل عرش الرحمن تحت ظله سبحانه وتعالى. يوم لا ظل إلا ظله. تخيل الشمس تدنو مقدار ميل منك، ميل، يقول الراوي لا أعرف هل هو الميل هذا ولا ميل المكحلة، تخيل اللي يسوون في الكحل، ولا الميل الميل، ولا الله أعلم. فالراوي يقول ما أعلم هل هو المكحلة ولا الميل اللي احنا نعرفه حاليا ولا ميل آخر. شوف الآن تبعد الشمس عنا كم، مع ذلك حرارتها نقول لهوب وحر و... اي والله عسى ربي يرحمنا ويجيرنا من نار جهنم. هذه فتبرعوا ولو بالقليل فإنه عند الله الكثير، وما نقص مال من صدقة. مشينا فيها السفينة ببعض، بإذن الله نتممها مع بعض ونبي الأجر لنا ولكم. ما تقدر شاركوا يانا في الهاشتاج، في هاشتاجات ثانية، انشر البوستر، اكتب شيء عن الصدقة، وتذكر الدال على الخير كفاءله. وهاي اللي عندي ما اقدر اسيب. ابو نايف، يا اتمنى تقرا لنا من الهاشتاج كم تغريده. ابشر طال عمرك. السلام. الله يجعلها في موزين حسناتهم وحسناتكم ان شاء الله. امين. يحرم وجيهكم عن النار، يا حي يا قيوم. بنادم لا توفى ينقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعمل ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فمثل هذه الاوقاف جاريه لك، لانها بتستمر على مدى الحياة. فهذه اللي والله يهتم الواحد أن يكون يحط صدقته فيها، مثل هالأوقاف الجارية. هذه الأوقاف الجارية اللي معروف أن صدقة تكون جارية فيها، لأن يعني في صدقة جارية، وفي صدقة مؤقتة مثل إطعام المسكين وقته، وفي صدقة جارية. صدقة جارية اللي بناء الدار لليتامى والمساكين وسقي الماء، اللي هي مستمرة طول عمرك. فمثل هذه الأوقاف هي الصدقة الجارية. فأنت بغالك شيء يمشي معك حسناته في الدنيا وفي الآخرة، حط لك شيء بسيط ويتضاعف معك في الدنيا دام أنك حي، وإذا توفيت ما ينقطع، يبقى يستمر أجره لما تقوم يوم القيامة ويجي في رفع الموازين، لوالله العظيم أن حسناتك أكثر من سيئاتك. فوالله النعمة هذه من رحمة ربي علينا، ان نقدم لنا شيء يوم يجي يوم القيامه قدام الله سبحانه وتعالى، لان مقدمين شيء يثلج الصدر. طيب،
نقرأ لكم التغريدات مثل ما طلب أبو فارس. هذه شوشو تقول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحمة متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطع الله. مسلم محاطة بوست الوقف، البوستر حق الوقف. الله يجزاك خير، جعل موزين حسناتك. طبعا عددك يا ابو نعم. اسلم يا ابو فارس. القناة مسويها تغريدة فيها شروط المسابقة، قرها بالله. قناة الواقع. ايه طيب، والسحب بيكون اخر بيكون اخر الحلقة. تمام. لا اله الا الله. منزله سؤال اليوم. ايه الشروط: الإجابة أسفل التغريدة، وإضافة هاشتاق الحلقة مع الجواب، وضع تصميم الخاص بوقف البر بمكة. المقصد منه سو تصميم لآخر الحلقة، صح؟ عشان يجيهم بدرة. سو تصميم صورة أو فيديو أو شيء تذكير بالوقف البر بمكة، ونزله في الهاشتاق، ونزله تحت التغريدة، وبإذن الله أنا راح يكون السحب. ما نبي تصميم تعبهم ولا شيء، نبي البوستر هذا. اخذ لقطة هنا يا كنترول. تبي البوستر؟ إيه؟ موجود البوستر، خلاص موجود على الانستغرام. هذا هو. لو تكابتشر هاي البوستر وتنزله بس بيضل وجيهم. في ترى بوسترات كثيرة. الله يجزاكم خير يا شباب جميعا. نرجع لضيفنا وضيفكم طلال الميموني.